السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، نحن نعيش في مجاعة في فلسطين. والله الذي لا إله إلا هو كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الأسودان الطمر والماء، ولا يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان الطمر والماء. من نحن الذين لا نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ونربط على بطوننا الحجارة حتى نتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى ونصبر من قلة الجوع؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يصبرنا ويقينا الله عز وجل، لأن الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. من أنتم الذين تنزرون إلى إخوانكم في فلسطين وبالأخص في شمال قطاع غزة؟ نحن نموت كل يوم جوعا. ألا تعلمون أن الأكل هو الوسيلة الأولى بها كي نأكل كي نتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى؟ يحاربوننا في الجوع كي لا نتقوى على طاعة الله عز وجل. إذا أكلنا نتقوى على طاعة الله، وإذا لم نأكل نضعف كما ترون يا أحبابي الكرام. نستحلفكم بالله، اليوم 15/6 ذو الحجة، لا حجا مبرورا ولا ذنبا مغفورا ولا سعيا مشكورا لجميع العالم العربي، أما لأهل غزة ولأهل فلسطين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ورباط إلى يوم الدين. والسلام عليكم.